يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة ريد بنو إسرائيل أي مال المال سوي مدين عباد وعبادة سنجري بهاي وحي كبض الشيك هستين آخرة يوحي كصاب سنة هي أسئلة قبرها سكرات الموت وحاسك الشيك هستين مركاسة وحي دهن قيب أيها كمذا هذا السود رحية وحي دهن والإلهي هدام برينو وقبورها أكتين قف كمذا وإلهي نوسو نوليسيو أون انترفيو كقانون أنا وربر ورر النفط اللي جا قاضي تين لك بعد مرتي تين لك بعد حنونك مرتي أنا ويدين أدو في عنا الله يبدأ تجيب إنه سن الباب هنا كراع إنمله وأنا من امتحان أنا من امتحان واحد أريد أصل أبوح قف بلي هذا وقف كيري كراع وبره أنت أنظر تجنه وأن إله يبرينه إنه إله ضد نص لوليس أنا سؤاله ويدين مركا إيه بلو سكرات الموت كذا كور ما حد يبكو قاري بروسيس كذا مرتين حوها هل كاسي لقش arintii way isku raaceen laba raacadood bay tukadeen laba raacadood markay tukadeen ayay ilaahay bariyeen oo dhahayn ilaahay yow qabuurahan qof kamida noo soo saar aan su'aalo waydiin ducadii saahayaan ilaahay ba markii ba aqbalayo nin ba gacanta ka soo saaray qabriga qabuurihi nin ka qaburi meesh ku cabaala mid kamida ayaa gacanta soo bixay iyo madax ayuu la soo baxay hadithu naskiisu xulay khilaasiyu lambu marka midabkiisu asmar buu midab Soomaali asmar midabka midowga aan ahayn asaan meedan aan ahayn midabka midowga xaqiisa xigee dhig furan oo midab Soomaaliga iyo khilaasiyul wajhiwa bimaana nin maad midabkiisu asmar ba gacanta iyo madaxa soo bixiyay markaas wuxuu yiri maada turiduna ya haula maxaad iga rabtaan bi soo arkay gaxmaha nin aad mar hore xabaashi meesha aad ku ogeyd oo ku yiri hebelow maxaad iga rabtaa meeshii waxay fadhiyeen oo dhanba waa burburay waa waydiin lahayn naxdin qof qafriga qabr inta madaxa kasoo bixiyay yiri war maxaad iga doonaysaan su'aal ba intayna diibin ba arintay rabeen bu markiiba su'aal iyo jawaabtoodis wuxuu yiri maalinka dhantay dhintay laga soo bilaabay ilaa yoomina hada waxaan boqol sano ayaan qabrigan ku jiraa bu geerideyd boqol sano kasoo wareegtay bu mi'at sano ayaan ku jiraa bu geerideyda kasoo wareegtay bu لم يهدى عني سكرات الموت حتى الآن حنونك سكرات الموت كمالك النفط اللي قالها إقبطي بقول سنانا كسو ريكتب الجيري ذي ولي إقامت دقين بحنونك إيه فادعوا الله اللي مكا يلا إيصو بريا إن إله سبحانه وتعالى أو مارت أرنت إقسها له سيدان أهانا دي بيقعد وفي رسالة إخوتي في الله بقول سنة كسو ريكتب الجيري ذي سكرات الموت كنفط مركي اللي قالها حنونك إقبطانا ولي إقامت دقين لم يهدى عني يعني حرارة سكرات موتك ولا إجا مدقن حنون كيس بقول سنانا كسو وريكتبو غيري دي يعني هل كم حدك قادن كرتا ولا يسكا إلاد سكرات موتك قبري سؤال اللي ويدي يي وحا سودان شوج نفت مكي قفك لغا قادن حنون كي قبتي بقول سنة كسو وريكتبو ولا إجا مدقن إلهي إسوا بري ماشي هيقا ورهبين بحول إلهي إسوا بري إلهي سبحانه وتعالى إخفي فيه إلهي إسوا بري هل كيف يسأجوم هذا الدنباب تشربه ما يشبه كل عرين من هذا الدنباب دوني سكرات الموت كي هيا ما أرتي أمن كحنون كيسي هيا حويا هذا الكلمة هل كم حنون كقى هذا هنا وما الله وضع السعودة ويا نفط عصر سك هذا طبعا نصوصه غيبة بضم ما نوش يكتب إلى سبحانه وتعالى تتك وسيس لكن نف قاضي تانكو أما سكرات الموت كي حرارة هذا قفك قبنس آدي آد بيوالكت رسول كان الوكيل عليه الصلاة والسلام إن للموت سكرات موتك سكرات بلهم سكر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تعيده يعني وأهل آديات خطروا مركا نحر كان نتشي ذا وحيته هل كاسا نسوغ إيسا وقف كستو ديار قرو يعني كلتك إن شهوة أدونك يعني كلتك سكرة الموت كآدو العلس ينفك قاضي تان كاس عريس كاس بدن لأ بقول كسنة نك حب الله يرولي حنون كذي يجمد دقين يدي بنا وذا سويس مرك إلهي سبحانه وتعالى قف كسو إلهي بري إنه إلهي سبحانه وتعالى كو سهله كلمة ذا حقا إلهي سبحانه وتعالى ونوافتشيو قف كسو كد ذلك وهم لنا الدنيا ذا فراها بدن إن مودينا من اللي قبل دبنا نقابك الله شقينا يو أن وح بدن أن كبد دلنا